تعالى لي يا سمير كده، تعالى بعد اذنك. الكره دي ضلع ميدو جابر ممكن يكون اتكسر. الكره دي بص داخل ممكن فيه. يكون ضلع اتكسر. انا عايزك تشوف ابراهيم نور الدين. ارجع يا عم، ارجع. ابراهيم نور الدين هو نجم اللقاء الاول لكل واحد دور في الملعب، المدير الفني، الجهاز، اللعيبه. ابراهيم نور الدين في تقييمي الشخصي هو نجم اللقاء الاول، كل واحد بيأدي الدور اللي رايح بيه الملعب. عشان كده الموضوع مش موضوع خطأ تحكيمي يا ساده، الموضوع مش مباراه وبتعدي، الموضوع متكرر سنويا، مشهد بتشوفه كل فيلم، كل موسم بيعدي عليك بيطلع لك سيد فتحي جديد، احمد حمدي جديد، وابراهيم نور الدين جديد. ابراهيم اللي بدا حياته الكرويه والتحكيميه مفيش ارقى من كده واعلى من كده. وانا قلت لكم من يومين اتنين، احنا مش بتوع ملوخيه، دي كوره بنحسها وعايشينها ومارسناها وكان لنا تجارب كتير معاها. من اعان ظالما ذل على يديه. محدش يفتكر ابدا ان الحياه بتمشي كده، هتيجي لقطه هتبقى هي صاحبه المشهد، وكانت النهارده مع الانتاج الحربي. اتفضل، اسف ان انا قطعتك يا كابتن طارق. اتفضل.